شفرة المشاعر، رحلة مهمة هنخوضها مع بعض مع المشاعر، منذ محاولات الإنسان في فجر التاريخ إنه يفهم المشاعر لحد هذه اللحظة. العالم الداخلي اللي مليان طلاسم جوانا، ليه متلخبطين مع مشاعرنا؟ ليه في حاجات خارجة عن إرادتنا وإدارتنا؟ يعني إيه مشاعر؟ وإيه الفرق بين المشاعر والأحاسيس والعواطف والمزاج؟ كلها كلمات ذات شفرة هنفكها مع بعض. هاخدكم في رحلة مع نظريات علمية، مع محاولات لفهم المشاعر وإزاي منها نطلع بتطبيقات نطبقها في حياتنا. أنا عماد رشاد عثمان، طبيب وكاتب وصاحب الكتب الأكثر مبيعاً أحببت واغداً وأبي الذي أكره، هصحبكم في هذه الرحلة لفك شفرة المشاعر.